ناس عندنا مثلا انا متخصص التنحيف والخساره الوزن ومع ان كوني طبيب مع تغذيه حلو. مو كل الناس تبغى تنحف علشان تلبس. يعني في احد المواقف في العياده جتني امراه كبيره في السن جالسه تبكي تبكي تبكي. قلت لها يا امي انا اغلبهم كمان كبار السن الحمد لله قاعدين يجوني ويتفاعلوا معي حتى مواقع التواصل الاجتماعي، ليش تبكي؟ قالت يا دكتور السمنه مأذيتني. انا توقعت انه مأذيتها من الكوليسترول، مأذيتها من الضغط، من السكر، مأذيتها من اولادها. قالت يا دكتور لي 10 سنوات ماني قادرة أسجد بسبب السمنة حقتي. الله. 10 سنوات ما هي قادرة تسجد بسبب السمنة. قالت تكفى أنا ما أبغى ألبس ولا أبغى ولا لي في الأمراض هذه كلها، بس أبغى أنحف عشان أسجد. جلسنا مع بعض 4 زيارات. بعد كده كان عندي عيادة وكانت في عندي مريض جوا، ولقيت واحدة تصارخ من برا يا دكتور يا دكتور. أنا ما أدري الحين متلخبط علي، بس أبغى أشوف من يصرخ، هل حالة طوارئ، هل حالة وشو؟ يا دكتور يا دكتور. دخلتها قالت الحمد لله أبشرك قدرت أسجد. ما شاء الله ما شاء الله. فالسمنة بعض الأحيان هي مقبرة للطاعات، يعني ما تقدر تقدر إنك أنت تمارس حياتك، تمارس صحتك، تمارس أشياء كثيرة، لأنه بعض الأحيان السمنة تخليك عندك كوليسترول لا قدر الله، قلب، ضغط، سكر، غيبوبة السكر، فما تقدر تمارس هذه الطاعات اللي تكلمت فيها، أو ما تقدر تروح الحج، ودعواتنا لكل حجاج يرجع بالسلامة بسبب هذه الأمراض. فلا بد من الاعتدال، لا بد أن نوازن حياتنا كل الأمور هذه كلها. عشان كذا أنت حبست لنا الحين، انا اول ما شفتك حاسبكم ربي طيور ما شاء الله تبارك الله، طير كبير وطير صغير. اي وانت حابس ايش الان؟ هذا حابس معده صغير. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.